السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فبعد التحية والتقدير للجالية المغربية المقيمة بالخارج وعلى التضامن ديالهم مع يونس بلال 39 سنة واللي مشى ضحية إسباني متقاعد واللي صفها له في إحدى المقاهي الباحات للسراحة بمورسيا. إخواني أخواتي، خبر اليوم والتدخل العاجل للملك محمد السادس نصره الله والبحث والتدقيق في النازلة والأكيد أن مسؤولين حلوا بإسبانيا لكشف ظروف وملابسات هذه الفعلة اللي ارتكبت في حق ذلك المواطن المغربي اللي هو بريء من هذه الأعمال. إخواني أخواتي، فكنلاحظوا بروز هذه الظاهرة ديال التطرف بشكل مخيف، وسببها هي تلك إسبانيا والمواقف ديال العدائية باتجاه المغرب. فبطبيعة الحال فعلى المغرب مراجعة هذه المواقف وإبعاد تلك العقلية الاستعمارية اللي ما زالت راسخة في تعاملها مع المغرب. فالأمور لا قدر الله يمكن أن تكون عنده تداعيات خطيرة جدا يمكن يستغلها من طرف بعض المتطرفين الإسبان. فهذا فعل مدان من طرف هذا الإسباني العسكري، يعني العسكري المتقاعد واللي صفه يونس الله يرحمه، ولا يمكن تبرير ما وقع بأن السبب هو خلل عقلي. وهذا ما تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية الإسبانية واللي حاولت أن تبرر هذا العمل بسبب خلل عقلي لهذاك الجاني. فلنفترض أن مول فعلا مختل عقلي، فعلاش ما صفها لذلك المواطنين الإسبان أو من جنسية أخرى؟ فهناك وضعنا في أكثر من علامة استفهام. فمن الواجب التسريع بإيجاد حلول مستعجلة قبل ما تكبر كرة الثلج في الأمور مدعاة للقلق والتوتر. فهنا كيتبان لنا إخواني أخواتي أن إسبانيا كتلعب ديك النار وسلامة أوروبا، فكان هي من الواجب أن تحمي هذوك المهاجرين اللي كيعملوا يعني في الأراضي الفلاحية وفي المصانع وحتى في المراكز الاجتماعية وكثير من المناصب اللي كيسيروا هاد المغاربة. فإذا ركزنا على هاد المهاجرين فهم قوة عاملة لا يستهان بها، فهم كيشكلوا قوة اقتصادية كما ذكرت ورافع الاقتصاد الإسباني بالخصوص. فكنوجدهم صراحة وللأسف منشغلون بلقمة العيش وكينساو ديك الأساسيات ديال العيش الكريم اللي الواجب أنهم يحرصوا عليها اللي هي الحقوق ديالهم. والغريب في الأمر إخواني أخواتي أنه لو قتل غير كلب حاشاكم، غير كلب اللي مات تم تقتل يعني في إسبانيا ويكون من جلدتهم لأقاموا الدنيا وأقعدوها. وترى وغنشوفوا أن جميع القنوات الصرف الصحي في إسبانيا كتقول وكتندد بأن هذا العمل إرهابي. فماذا نقول على هذه الأفعال التي يقومون بها هؤلاء القوم ويتكلمون ويطبلون بكذبة حقوق الإنسان؟ هادشي اللي كنشوفو القنوات ديال إسبانيا، كنشوف أنهم دائما كيتبجرون ويطبلون بكلمة حقوق الإنسان وأنهم واقفين مع حقوق الإنسان ويدافعون عليها وزيد وزيد. وملي كنشوفو العكس، كنشوفو العكس. فهاد يونس الله يرحمه، يونس بلال الله يرحمه، اللي شنو الدم ديالو؟ أنه كان مريح مع الأصدقاء ديالو في إحدى المقاهي بمورسيا، يعني البحر السيرة حركين تما كان غادي بالسيارة ونزل وجد ديك النازلة، ديك النادلة واللي يعني سبقاتو على ديك المواطن الإسباني. وهنا فين جا هاد الجانب وين ديك العنصرية، وأنه مشى يعني بقاو التلاسل بيناتهم ومشى السيد يعني للمنزل ديالو وصافي، قالوا القضية صافي راه بردات. فإذا به يتفاجأ بديك الطلقات النارية اللي جاتو في السطر ديالو، ثلاث طلقات، واللي مشى الله يرحمه يعني في الطريق يعني مازال ما وصل للمستشفى يعني، والروح داها من الله سبحانه وتعالى.
كنلاحظوا ان اسبانيا ولات كلها هاد الايام مختله عقليا. سبحان الله، حماقهم بعقلهم مع الاسبان وحمقى مع هاد المهاجرين، فهي ظهرت على حقيقتها فيما يخص حرية وحقوق الإنسان كما ذكرت. فاللهم ارحم واغفر له واسكنه فسيح جناته. فسبحان الله، هذا الإنسان اللي ربما أنه من شي حاجة مزيانة مع الله سبحانه وتعالى ولا يعلم إلا علام الغيوب، فهو مشى شهيد ومغدور وخلى المسلمين كيدعيو معاه. فربي صبر ولاده والزوجة دياله المكلومة، واللي مازال اخواني اخواتي راه شوف الخرجات ديالها يعني راه كتبكي وما صبراتش، وحتى الام ديالو والاب ديالو اللي مازال مصدومين بسبب هذا الفاجع. اخواني اخواتي كنتمنوا بتدخل يعني المسؤولين المغاربه في هذا النازله باش ترجع يعني القيمه ديال هاد المهاجرين، وما يبقاش هاد الشيء يعني هاد الناس اللي كيحاولوا انهم يتلاعبوا بالسياسه ويحاولوا انهم يربطوا هادشي المشاكل بالسياسه. في القضيه وما فائخ اخواتي كما ذكرت ان ذاك المواطن او ذاك الاسباني اللي عنده 52 سنه واللي هو عسكري متقاعد دون سوابق قضائيه، واللي قام بتصفيه هاد يونس بلال لحظه وجوده باحدى المقاهي بمرسيه مع الاصدقاء ديالو، ولصفها لي بوست ديك المسدس اللي طلق على يونس ثلاث طلقات وهو كيصرخ كيصرخ الموت للمغاربة، الموت للمغاربة، انه ما حامش المغاربة، مازال كيكون لهم داك الحقد، مازال عنده مشبع بديك الافكار يعني افكار ديال الكراهية تجاه المغاربة. اخواني اخواتي، وكتعود هاد الاسباب كما ذكرت هي العنصرية والحقد والغيرة لهذا العسكري. وبالمناسبة فقد وثقت تلك الكاميرات المراقبة الحادث من البداية حتى النهاية، وقد تم بالفعل القبض على هذاك الجانب بعد المحاولة للعديد الهروب إلى وجهة مجهولة، وسوف يتم متابعة ديال القضائية في النازلة. فالحمد لله إخواني أخواتي، فروا عزيزة الله هذا السيد اللي بغى يحاول يهرب فهم تم القبض عليهم، ولكن كان طلبوا من السلطات اخواني اخواتي انه يتم الحكم عليه باقصى العقوبات، وحتى ان اسبانيا تضغط على المواطنين ديالها وهذوك الناس العنصريين انهم ما يعاودوش يقوموا بهذ الفعله مره اخرى، لان هاد الجاليه المغربيه اللي كتخدم المصالح الاسبانيه قبل ما تخدم مصالح المغرب، لان هي رافعه الاقتصاد الاسباني. فلولا هاد المهاجرين لما كانت اسبانيا لما وصلت الى ما وصلت اليه الان، فيكفي الفلاحه فيما وصلت فين وصلت لها اسبانيا، وان هاد اليد العامله كل سنه كيحاولوا انهم يعني يستوردوا يد عامله هائله من المغرب، وحتى ان التكلفه هزيله هزيله. ومع ذلك راه كتشوفوا النساء كيمشيو للحقول وكيعملوا بجد وكيرفعوا يعني الاقتصاد الاسباني. اخواني اخواتي، انكم حاولوا انكم تعملوا لايك وبارطاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.